اليوم راح نقدم شروحات علمية مبسطة للصف التاسع. راح نكمل خصائص الموجات، راح ناخذ تطبيقات، راح ناخذ مسائل فيزيائية في تطبيق عن خصائص الموجات. ني احنا في الحصص السابقة عرفنا شلون شكل الموجات المستعرضة والطولية. طبعا انا راح استعرض الموجات المستعرضة كأشكال موجودة هني عشان نعرف شلون احنا ندرس هذه الموجة بطريقة فيزيائية وحسابية. ني لأول خاصية عندي سعة الموجة يرمز لها بالA بالإنجليش. طبعا احنا معروفين الرموز اللي ناخذها من اول كلمه للمعنى. سعه الموجه او مساء او الازاحه اللي هو الالتيتيود الاي، ناخذ حرف الاي. شنو تعريفه؟ هي اقصى ازاحه يصل اليه الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه. راح نلخصها في ثلاث مواضع. اول شيء ابي اعرف موضع السكون لهذه الموجة وين؟ هذه موضوع السكون، هني نسميه احنا موضع السكون لان هني بداية نقطة الاهتزاز، بدت هني، كانت هي موضوع هني سكونها دائما صفر. نلاحظها دائما في المخطط في السكيل في الرسم البياني ان هني دائما يكون رمزة زيرو صفر. حلو، لما نيجي عاد نعرف الإزاحة، الإزاحة هي أقصى إزاحة يصل إليها، يعني هو أقصى ارتفاع يصل إليه هذه الموجة، هذه أقصى إزاحة نسميها إيه. ليس فقط القمة، أقدر أخذ القاع أيضا، هي تعتبر أيضا أقصى إزاحة موجودة إلى أسفل أيضا إيه. شوف أنه ما حدد لي هو الاتجاه سواء أعلى أو أسفل، فركز ذهني. فممكن أني أنا أخذ أقصى إزاحة يصل إليه هذه الموجة إلى القمة، فهذه تعتبر A، وأيضا هني أقصى إزاحة يتصل إليه هذه الموجة إلى القاع، فهذه A. ودائما وحدة قياسها ماذا؟ اللي هو المتر. حلو، نأتي الآن إلى طول الموجي. طبعا طول الموجي عرفتها في 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 الحصة السابقة أنه المسافة بين يا إما قاعين أو ماذا؟ بين قمتين أو بين تضاقطين وبين تخلخلين متتاليين. لكن بشكل عام لهذه الموجة راح نشوف أن يرمز لها بالرمز اللي هو اللمدة، تطلق باللمدة، هو حرف يوناني لمدة أو طول الموجي. هو عبارة عن ماذا؟ هو مسافة بين نقطتين متتاليتين متماثلتين في الحركة والاتجاه والإزاحة. يعني ما قال لك قمة وقاع، ما قال لك تخلخ وتضاقط، على حسب الرسم الموجود. فأقدر أني أطلع الطول الموجي أني أختار قمة مع قمة، هذه هي ماذا؟ اللمدة. أو أني أخذ قاع مع قاع، هذه اللمدة. لازم يكون متتاليين، يعني ما يكون بعيد، يعني ما أخذ مثلا من النقطة هني للنقطة هني وأقول هذا طول الموجي، طبعا هذا خطأ. لازم أخذ بين نقطتين متتاليتين سواء قمتين أو ماذا؟ قاعين. بس في شرط مهم جدا وأنا ذكرته في الحصة السابقة، لازم يكون عندي المقياس سكيل الأفقي هني متر. راح أبين لكم بعدين ليش لازم الطول الموجي. ما أقدر أحسبه بين النقطة هذه والنقطة هذه إلا ما يكون السكيل الأفقي عندي أو مقياس الأفقي عندي بالمتر، راح نتعرف عليه. ني للتردد، التردد يرمى الفرينكوينسي اللي هو ياخذ حرف الاف. هو ماذا؟ هو عدد ماذا؟ هو عدد الموجات الكاملة التي تحدث خلال الثانية الواحدة. شنو معنى موجة كاملة؟ يعني موجة كاملة يعني في قمة وقاع، موجة كاملة، هذه هي الموجة الكاملة، هذه هي الموجة الكاملة. يكون عندي قمة وقاع وترد قمة وقاع. حلو، هذه هي الموجة الكاملة، اني انا اخذ موجة كاملة في الثانية الواحدة. دائما وحدة الفرنكوينسي او التردد اللي هو الهيرتز، طبعا انت سمعت عن الهيرتز. فشنو قانون التردد؟ التردد هو عبارة عن عدد الموجات الحادثة اللي هو النمبر of waves على الزمن المستغرق بالثواني التايم. فاذا قانون ماذا؟ قانون التردد اللي هو f تساوي n على t. حلو، ناتي الان الى سرعه الموجه اللي هو فيسيولتي، اللي هو عباره عن حاصل ضرب التردد بالطول الموجي، والوحده مالته اللي هو متر على الثانيه. اما وحده التردد هو الهرتز، فمعناته ان الفيسيولتي تساوي الطول الموجي
مضروبة في التردد. هذا هو قانون ماذا؟ قانون السرعة. نأتي الآن لملخص الجدول الموجود اللي أمامي يسهل لك عملية الدراسة. لاحظ أن الموجات، خلنا ننزل تحت، لها ماذا؟ شنو الصفات اللي أنا خذيتها للموجة؟ لها تردد ولها سعة، وأيضا شنو لها؟ لها أيضا سرعة، وأيضا لها ماذا؟ اللي هو الطول الموجي. حلو. فإذا الموجة لها خصائص أقدر أدرسها وأقدر أطلعها حسابيا. عندي التردد والسعة والسرعة والطول الموجي. أنواع الموجات اللي أنا درستها هو ثلاث أنواع، بس مو حاط لك هني، هني الرسمة مفروض يحطوا لك هم بعد واحدة هني كذي يطلعونها. حلو، يصير هني اللي خذيتها الموجات السطحية اللي عفوا خليك اكتبها بشكل أفضل. الموجات ماذا؟ السطحية اللي هو قلنا عبارة عن نوعين، اللي هو الطولية زائد المستعرضة. مفروض يحطونها لأن تدرستها، بس إذا بلخص لك إياها الموجود، فإذا الموجات عندي طولية وعندي ماذا؟ مستعرضة. حلو. الطولية احنا شنو قلنا؟ الطولية لها تضاقطات وأيضا ماذا؟ تخلخلات. وأيضا عندي المستعرضة عندها قمم وقيعان. حلو. ممكن أزيدك شغلة، أن الطولية تكون اتجاه حركة انتشار الموجة، تكون نفس اتجاه ماذا؟ حركة الجزيئات، حركة الجزيئات. أما المستعرضة لا، اتجاه الموجة تكون فيها عمودية مع حركة اتجاه الجزيئات. والحين في الرسمة اللي تحتها لهذه الموجة راح نعرف عدة نقاط. احنا قلنا هني موضوع السكون، موضوع السكون أو نقطة بداية الاهتزاز. لاحظ أن المسافة من هني لهني احنا سميناها شنو؟ سعة ماذا؟ سعة الموجة. نفس الطريقة هني لهني أيضا تعتبر سعة الموجة، ترمز بالA. وأيضا الطول الموجي أقدر أقيسها بين قمة وقمة اللي هو اللمدة، وأقدر أقيسها بين قاع، بين قاع وبين قاع اللمدة أو الطول الموجي. أيضا شنو خذينا؟ ما يصير أقيس الطول الموجي إلا ما يكون عند الإسكيل متر. حلو. فهذه هي ملخص لما أخذيته في الشريحة السابقة. نأتي الآن لحل بعض المسائل المقترحة عندك في الكتاب المدرسي. طبعا من خلال بحثي الصراحة الشاق في هذا الموضوع لقيت في أخطاء وايد في مسائلكم موجودة في الكتاب، فأرجو من الموجهين أو المعلمين اللي يتابعوني أنهم يحاولون يغيرون هذه الطبعة، لأن في وايد أخطاء علمية على حسب المعلومات اللي أنتم معطينها للطالب. لأن في شغلات أنتم مو معطينها للطالب، مو شارحينها للطالب، مو مطالب فيها الطالب، وتطلبون منا أن يسويها عن طريق عملية حسابية. خلينا نشوف أول شيء شنو المشكلة الموجودة عندي. أنا بقسم الرسمة إلى منطقتين. أول هذا بحطي رقم واحد، بعطي رقم واحد، وهذا بعطي رقم اثنين. حلو. شنو الغلط؟ طبعا الرسمة مثل ما هي موجودة عندك في رقم واحد موجودة في الكتاب. عندي المقياس الأفقي الرأسي عفوا، هذا مقياسه متر. شوف ام، خلنا نكتب متر. اما مقياس السكيل الافقي مكتوب شنو؟ تايم. التي يعتبر الزمن، فيعتبر ثانيه. حلو، كل شيء واضح. نية الحين شنو طالب؟ هو طالب يقولك اولا يوضح المنحنى اللي هو هذا التالي: الازاحه الحادثه لنقطة مادية تتحرك حركة موجية مستعرضة. نوع الموجة هنا موجة مستعرضة بمرور من الزمن، يعني في إزاحة، هذه نسميها إحنا الإزاحة. الإزاحة قلت لك هي نفسها سعة الموجة. حلو، هو نفس المعنى. احسب الطول الموجي للموجة الحادثة. طبعا أنت بديهيا راح تطلع لي الطول الموجة اللي هو اللمدة،
أو طول الموجي، شو راح تسوي من خلال الرسم الموجودة في رقم واحد اللي هو أساسا موجودة في الكتاب المدرسي؟ راح تاخذ هني، راح تاخذ هني وتطلع لي اللمدة، صح؟ بالطريقة هذه. وأنا قلت لك إياها خطأ. ليش؟ لأن المقياس الأفقي في الثانية وليس موجود في المتر. عمره ما يقاس عندي طول الموجي بالثواني، بل يقاس بماذا؟ بالمتر. فهني مستحيل، من المستحيل أطلع طول الموجي على الرسمة هذه، مستحيل. فهذه طريقة أول معلومات خطأ في الرسم البياني. خلنا نمسح، نفرض على رسمتهم، على رسمتهم الموجودة، شلون راح نحل؟ يبي الطول الموجي، هذا هو الطول الموجي، فالطول الموجي أساسا لا تنحسب، خلاص كذي أنا حليت المسألة. ممكن حاطين هو مسألة ذكاء، I don't know، لكن أتوقع أنه في خطأ، لأن الطول الموجي ما أقدر أطلعها في الرسمة. الشيء الثاني اللي هو يبي، موجودة عندك هنا رقم 2، التردد. احنا عرفنا قانون التردد، الاف تساوي ماذا؟ الان على التي، اللي هو عدد الموجات في الثانية الواحدة. صعب تطلع الطريقة هذه، لان انت مو معروف عندك هني كم سرعتها، فهمت علي؟ يعني صعب تطلع التردد، لان اساسا مو معروف عندي السرعة، السرعة عندي ليست معروفة، مو معطيني إياها، ولا أساسا موجودة عندي طول الموجي، ولا أعرف كم عددهم، لأن الموجة هذه، الموجة هذه ممكن تتكرر أكثر من مرة. فأنا اللي أشوفه بأن هناك بعض القوانين مو معطينكم إياها في هذا الفصل، فما قدرت تطلع أنت أساسا عدد الموجي، لأن هذا لا قانون، اللي هو عبارة عن K تساوي 2 باي على الطول الموجي. يعني يعتمد كله على شنو؟ على الطول الموجي. وأنا أساسا ما طلعت الطول الموجي، فإذا أنا ما طلعت الطول الموجي وما عندي علم وما أعطيني من معطيات السرعة الموجة، فإذا التردد أيضا ما أقدر أطلعه. فني للشغلة الثالثة اللي هو يبيها أساسا، اللي هو سرعة الموجة السابقة من خلال العلاقة اللي هو معطيك إياها، عبارة عن فاصلتي الفي تساوي طول الموجي مضروبة في الف الفريكوينسي. أساسا أنا لا عندي طول الموجي ولا عندي الفريكوينسي، فإذن في أساسا ما رح أطلعها هني، أساسا ما رح أطلع شيء من خلال هذه الرسمة اللي هو معطيني إياها في الكتاب. وأنا أتوقع أنه خطأ مطبعي، لأنه مستحيل أطلعه، مستحيل، إلا لما يغيرون السكيل الموجود هنا. أنا راح أحله على رقم 2، إني أنا أغير أخلي هذا بالمتر السكيل. من خلال هذا التغيير البسيط أقدر أطلع الطول الموجي، الطول الموجي اللمدة تساوي ماذا؟ هو مسافة بين قمتين، بين قمة وقمة، هذا هو الطول الموجي، لأن السكيل عندي بالمتر. فناخذ القمة اللي وصلت لها بالمتر 5، والقمة الثانية 25، راح ناخذ نطرح القمة الثانية مع القمة الأولى، ف 25 ناقص 5 فيساوي ماذا؟ 20 ماذا متر. هني قدرت أطلع ماذا؟ أطلع عندي الطول الموجي. أما الفرنكونسي على حسب القانون اللي هو موجود، ركز، على حسب قانونك اللي هو موجود هني، عبارة عن عدد عدد الموجات على التي، فالفرنكوينسي تساوي عدد الموجات أساسا ما أقدر أعرفه، لأن السكيل عندي في المتر، فإذا ما أقدر أطلع الفرنكوينسي، لأن ما في تايم، ما في زمن، يعني ها يمكن أعرف هذا لكن هذا ما أعرفه، فما عندي زمن هني سكيل تي عشان أقدر أطلع فيه الفرنكوينسي. والحين لو أبى أطلع السرعة اللي هو الفي فاسيلتي، أيضا ما أقدر أطلعها، لأن أساسا القانون يعتمد على الطول الموجي والفرنكوينسي. أوكي الطول الموجي عندي بس الفرنكوينسي ما عندي، ما أقدر أطلعه. فإذا الرسمة هذه فيها أو طريقة وضع هذا السؤال بطريقة خاطئة، أنا أنصح، أنا أنصح إنه بتغيير هذا السؤال، لأن الطالب راح يضيع. وأنا أدري أغلبهم راح يحسب لي إياها وهو أساسا في الثانية، ويطلع طول الموج ويحسب ويمشي،
هذا خطأ. ثاني شيء، مو معطينهم شغلة معلومة ناقصة، هل هم ما يبون يعطونها أو أنهم تغافلوها أو نسوها، اللي هو الزمن الدوري. إذا عطوك الزمن الدوري ممكن يعدلونها بعدين، ما أدري. إذا عطوك الزمن الدوري period time أو T يرمز بها capital T، أقدر أطلع من خلالها اللي هو الفرنكونسي، لأن بينهم علاقة. ما هي هذه العلاقة؟ بأن period تساوي واحد على الفرنكونسي أو X، الفرنكونسي تساوي واحد على T. والبيريت هذه أساسا تقاس بالسكند، والفرنكونسي قلناها اللي هو الهيرتز، وهذه هيرتز وهذه بالسكند. يعني خلينا نشوف الحين المسألة رقم واحد. أقدر أطلع، شوف لبعض المعلمين اللي ممكن يقول لي لا أنا أقدر أطلع الفرنكونسي في المسألة رقم واحد مدام عندي معلومية الثواني. هو صح كلامك، شان أطلعها حين أقول لك أنا شان أطلع الزمن الدوري، مع أنهم مو معطينها للطالب في الكتاب في المنهج، يا هم نسوا يا أساسا ما يبي يعطونا في هذا الفصل، فما أدري. فأنا أعطيك معلومات زيادة إن الزمن الدوري أو البريود شان أطلعها عن طريق السكيل لما يكون عندي ثانية، هو نفس طريقة استخراجي للطول الموجي، يعني أخذ قمة مع قمة أو قاع مع قاع، فهذا التايم بريود. أخذ الخمسة والخمسة وعشرين، فالتي تساوي شنو؟ 20 ثانية، لأن أنا أقص نفس الطريقة اللي هني أنا سويتها في الطول الموجي. حلو، فأقدر أطلع ماذا؟ فيصير التي عندي تساوي 20 سكند. فإيش راح يصير؟ عبارة أن التي تساوي واحد على F، والتي إحنا قلناها عبارة عن 20، فالفرنكونسي عفوا خلنا نمسحها لحظة، احنا قلناها العلاقة الموجودة الثانية فوق اللي هو ان الفرنكونسي، احنا قلنا الفرنكونسي تساوي واحد على T، فالفرنكونسي تساوي واحد على 20 شنو هيرتز. هذا ممكن اطلعها، بس عندي هني مستحيل اطلع الفيسوليتي السرعة لان طول الموجي غير موجود، لكن قدرت اطلع الفرنكونسي بالطريقة هذه اللي هو استخراجي عن طريق الزمن الدوري، لكن مو معطينك اياه انت كطالب أو أنت كمعلم في معطيات هذه المسألة أو معطيات هذا المنهج، فأنا ما أدري. يجب تصحيح هذه المسألة. إذا قاموا صلحوا لك حطوك المتر نفس الطريقة، ما أقدر أطلع لا فريكونسي ولا أطلع فيسيلتي. فأنا من تصحيح هذه المسألة عط الفيسيلتي، عطني الفيسيلتي معلومة. إذا عطيتني الفيسيلتي معلومة أو الفريكونسي لهذه الموجة اللي هو ترددها معلوم، تسهل العملية تماماً. لكن معطيات الرسمة هني في الرسم البياني حتى لو أغيرها كلها ما راح تطلع لي المعطيات اللي أنت أساساً حطها، فرجاءً يجب تغيير المسألة هذه. خلنا نأخذ حق المعلمين فقط اللي هو هذه الرسمة. لاحظ معاي بأن إذا كان عندي السكيل أفقي distance، لاحظ الإكس عندك الأفقي distance يكون بين قمة وقمة يطلعها لأنها يقاس بالمتر، لكن لما يكون عندي، خلنا نرفعها شوي عشان تبين حلو كذي، لكن لما يكون عندي ماذا؟ لما يكون عندي time الأفقي عندي الإكس time يكون بين نقطة هذه اللي هو T الزمن الدوري، هذا حق المعلمين، بس هو أساساً مو معطين حق الطالب شنو الزمن الدوري ولا تعريفه، فما أدري. يجب أن يعني أرجو أن من الجميع أن يغيرون طريقة السؤال لأن كلها خطأ. حلو، كذي ننهي هذه المسألة رقم واحد. نأتي الآن إلى المسألة رقم اثنان الموجودة عندك في الكتاب. يقول لك أمسك طرف حبل القفز في حين يهز صديقك الطرف الآخر إلى أعلى وإلى أسفل، مدام قلت أعلى إلى أسفل فإذا هي موجة مستعرضة، معطينك معطيات ألا وهو تردد الموجة وعندك طول الموجة. يقول لك احسب سرعة الموجة، احنا نعرف الـ V تساوي الطول الموجي في الـ Frequency، فإذا الـ V تساوي الطول الموجي كم عندي اللي هو عبارة عن 1.2 متر مضروبة في الفرنكونسي. الفرنكونسي كم؟ عبارة عن 3، فإذا الفاسيليتي تساوي 3.6 متر لكل ثانية، هذا مقياس متر على الثانية، متر لكل ثانية. فقدرت أني أطلع السرعة لأن علم عندي ماذا؟ علم عندي الطول الموجي والفرنكونسي.
والآن نأتي إلى المسألة رقم 3 الموجودة عندك في الكتاب المدرسي، هم نفس الخطأ الموجود اللي في أول مسألة أنا حليتها. يمثل الشكل أمامك موجة مستعرضة، احسب طالع السكيل الأفقي، هذا دائما الإزاحة اللي بالمتر. هني شنو موجود عندي؟ بالثواني. حلو، أول شيء يقولك طلع لي سعة الموجة اللي هو الـ A. احنا قلنا سعة الموجة اللي هو هذه، فناخذ سعة الموجة عندك هني. أنا نصيحتي الرسم البياني لازم يتغير بحيث أن يحطون سالب. أتوقع أنت في الصف التاسع عارف السكيل الأفقي والرأسي، أنه يكون هني عندي ماينس واحد وعندي ماينس تو. حلو، وأنت دائما لا تأخذ السالب، أخذ دائما الموجب اللي تصعد فيه فوق هني. ليش؟ أنه أسهل لك في وضع الرقم. حلو، فيصير عندي سعة الموجة اللي هي 2 ماذا؟ متر. حلو، انا بحله ان السكيل عندك الافقي على التايم. حلو، يجي لك طول الموجي نفس المشكله. طول الموجي اللي هو بين قمه وقمه او بين قاع وقاع، شلون اطلع حول السكيل عندي في التايم؟ فاذا ما اقدر اطلعها، نفس الشيء تردد الفريكوينسي راح يكون اقدر ما اقدر اطلعها من خلال السكيل هذا، لكن اقدر اطلعها بطريقه ثانيه. انا راح اكتبها باللون الاسود عن طريق الزمن الدوري اللي هو تي، لان عندي هني تايم فاقدر اطلع عن طريق الزمن الدوري. انا راح احطه هني، هني الفريكوينسي عباره عن 1 على تي، فاذا ممكن اطلعها اللي هو 1 على ماذا؟ طبعا اخذ 3 واخذ عندي 15، ف 15 ناقص 3 يساوي ماذا؟ يساوي 12 متر، ف 12 سكند عفوا بالتايم، فالفريكوينسي يساوي 1 على 12 بالهرتز. شوف هذه طريقة انا احلها، ممكن بعدين يغيرون عندك ويعطونك شلون تطلع الزمن الدوري وشنو قانونه، هو مقلوب الفريكوينسي او التردد، ممكن يصير هذا حل. لكن إذا مو معطينك وظلوا وإنه ما يعطونك هذا الزمن الدوري أو معطيات المنهج، فمستحيل تطلع الفرنكونسي. ني سرعة الموجة، وإحنا نعرف القانون الـ V تساوي الطول الموجي في الفرنكونسي، أساساً غير معلوم عندي الطول الموجي ولا الفرنكونسي، فإذا ما أقدر أطلع السرعة. حلو، أرح أحلها بطريقة أخرى، طريقة ثانية. إذا أنا غيروا السكيل هذا خلوه بالمتر، فلما يقول لي سعة الموجة أو إزاحة الموجة هو 2 نفسها بالضبط، لأن ما عندي اختلاف فيها، لكن عندي اختلاف بالسكيل الأفقي. ني نشوف إحنا الطول الموجي الموجود عندي هني، فإذا الطول الموجي اللي هو بي كاهو موجود هني، 3 في هذا ناخذ الفرق كاهو. حلو، أنا بين قمة وقمة، فإذا 15 ناقص، فالطول الموجي يساوي 12 متر على حسب السكيل الموجود عندي هني، فأقدر أطلع الطول الموجي. لما يقول لي طلعي الفرنكوينسي، ما اقدر اطلع الفرنكوينسي، ما اقدر اطلعها نهائيا، وايضا عندي السرعة ما اقدر اطلعها نهائيا. فانا اتمنى ان السؤال هذا ان يحطون على الاقل لو الفرنكوينسي تردد الموجة معلومة او سرعتها معلومة عشان اقدر اطلع، غير كذي ما اقدر اطلع. فأتمنى أن هذا السؤال يتغير كمعطيات الموجودة فيه، لأنه راح يصير صعب على الطالب، صعب على المعلم، وأيضا مو معطين معلومة اللي هني هو الزمن الدوري. فرجاء يجب تغيير هذا السؤال بأقرب فرصة. نأتي الآن إلى سؤال موجود عندك في أسئلة التقويم. أنا ما أدري شو ما يعطوكم أسئلة بالطريقة هذه، يعني في أسئلة كثيرة أنا شفتها بالإنترنت عندكم في أكاديمية خان، دشوا على أكاديمية خان، عنده أسئلة رهيبة في تردد وسرعة الموج والطول الموجي. أنا ما أدري ليش يختارون الطريقة هذه، وخاصة في أشياء ممكن مو شارحينها بشكل مفصل للطالب، وبعدين يعطون عليه سؤال في ذكاء رهيب. يمكن هذه المسائل ما تنحل إلا عن طريق شوية يكون عنده قوانين زيادة عشان تساعده في حل هذه المسائل الرياضية الموجودة في الكتاب. فأرجو أنكم تختارون مسائل تكون حلوة، تكون سهلة على حسب معطياتكم أنتم في المنهج، فهذا أتمنى. المهم نقرأ السؤال. تنتشر أمواج مائية مستوى طولها الموجي. هني في السؤال عندي شغلتين مكررة، أنه عندي طول موجي رقم 1 أنا حطه 1، وسرعة الموجودة فيسيليتي اللي هو 21 متر على كل ثانية في حوض، ركز،
في حوض الأمواج المائية حيث يتغير عمق الماء في الحوض يصبح طولها الموجي. يعني في عندي طول موجي نمبر 2 فهذا طول موجي رقم 2، علما بأن تردد الأمواج يظل ثابتا في عمق الماء. شنو يبي شغلة رقم 1؟ احسب تردد الأمواج في كل من جزئي الحوض. هو يبي الحين الفرنكونسي، واحنا قلنا الفرنكونسي عبارة عن الان على التي، صح؟ صح. وايضا عندي من المعلومات اللي معطيني اياها، شنو المعطيات؟ معطيني الفي الفيسيلتي تساوي 21، وعندي الطول الموجي عندي 1 اللي هو 0 بوينت هذا، وعندي طول الموجي الثاني اللي هو هذا. حلو، فسهلة عندي نستخدم القانون الفيسيلتي، الفي تساوي الطول الموجي مضروبة في الفرنكوسي. عشان أبي أطلع الفرنكوسي ما راح استخدم هذا القانون، فراح استخدم القانون الثاني، فيصير اللي هني عندي 21 تساوي، بس هني أي طول موجي راح أخذ؟ تتوقع هل راح أخذ طول الموجي رقم 1 ولا موجي رقم 2؟ مدام قال التردد ثابت فراح أخذ المتغير الأول اللي يسمونه الحساب الوسطي للطول الموجي رقم 1 ورقم 2. فش راح أسوي؟ راح أطلع المتغير هذا اللي هو أنقص 2 ناقص 1، فراح يعطيني الطول الموجي، يعني هذا أنقص منه هذا، فراح يعطيني طول الموجي المتغير هو 0.2، هذا هو اللي أنا أبي. فراح أخذ 0.02 أضربها في الفرنكونسي، خلاص كذي سهلة. راح أطلع الفرنكونسي راح يصير 21 على هذه، فالفرنكونسي راح تساوي ماذا؟ راح تساوي راح نحرق نقسم العددين، فراح يعطيني ألا وهو تقريبا 1.050 هرتز. هذا هو الإجابة. أنا طلعت التردد عندي لطولين الموجيين، أنا طلعت المتوسط بينهم عشان أطلع الفريكونسي مدام هو قايل لي ثابت. ني هني يقول احسب سرعة الأمواج في الجزء الثاني من الحوض. شنو قصدنا من الجزء الثاني؟ راح أخذ الطول الموجي الثاني اللي هو هذا، وعندي خلاص الفرنكونسي انا طلعتها من المعطيات الاولى اللي هو هذا. ما ادري ليش الارقام يختارونها شيء صعب الطلبه بالضرب، في ارقام وايد يعني. المهم قال لي طلع لي الفيسيليتي، خلاص الفيسيليتي تساوي الطول الموجي في الاف، راح يصير الفيسيليتي تساوي ماذا؟ الطول الموجي هذا مضروبه في هذا، يصير الفيسيليتي تساوي تقريبا زيرو 042 متر على الثانية. وبكذي احنا ننهي مسائل وخصائص الموجات الحسابية المطروحة في الكتاب، فأرجو مراجعة بعض المسائل الموجودة، أتوقع أغلبها اللي أنا حليتها هني في الفيديو. أتمنى من اللي شاهد سواء معلمين أو موجهين أو إلى آخره أيا كان أنه يراجع هذه المسائل ويرجعونها لذوي الاختصاص في حل هذه المسائل. لازم شوية يراعون السكيل الرسم البيان، دام أنت بتعطي حق الطالب رسم بياني لازم تعرف هي تايم ولا تعرف إن ديستنس المتر إلى آخر، لازم المعطيات تكون واضحة للرسم، مو بس تعطي رسمة وتطلع كل شيء فيه، ما يصير. لازم أنت تعطي مثلا هني تعطيني التردد على الأقل عشان أطلع لك السرعة، هني أيضا عطيني الفرنكونسي أو مثلا السرعة عشان أطلع لك الفرنكونسي. فرجاء أنكم تراجعون هذه الرسمات البيانية في المسائل تكون واضحة للطالب عشان يقدر يحلها بطريقة صحيحة والمعطيات تكون بطريقة سليمة. وأيضا إذا في معلومة ناقصة اللي هو الزمن الدوري أرجو إضافته في الكتاب العلمي، أو إذا أنتم حابين تضيفون الزمن الدوري في إيجاد الفرنكونسي خاصة إذا معروف عندي التايم فما تضيفونه فغيروا المسائل الحسابية. وبكذي احنا ننهي حصتنا اليوم، وإن شاء الله ألقاكم في الحصص القادمة بإذن الله تعالى. والآن أستودعكم الله ومع السلامة.